مصر غنية، ومش غنية بس بمواردها، لكن غنية بناسها الحلوين، غنية بطيبة قلب شعبها، غنية بإخلاص أبنائها في الجيش. مصر يا سادة عافية، محدش يقدر عليها. طيب إيه اللي معانا من معلومة تقول إن مصر مش دولة فقيرة؟ تعال نقولك، منجم جبل السكري أحد أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم، وهو أكبر منجم ذهب مكشوف على مستوى العالم. مكشوف يعني إيه؟ يعني على الطبقة السطحية لطبقة الصخور، وليست في عروق عميقة داخل الصحراء. خلينا نقول لحضراتكم ان بيقع في المنطقة الواقعة في صحراء النوبة، وعلى بعد 30 كيلو متر جنوب مرسى علم في محافظة البحر الأحمر، والحقيقة لا يحتاج الوصول إليه سوى طحن الصخور واستخراج الذهب منها. الصخور موجودة الحقيقة على سطح الأرض مباشرة، أي سطح القشرة الأرضية، بالإضافة طبعا إلى كتلة من الذهب وزنها مليون طن ذهب. يقدر ثمنها بحوالي 20 تريليون دولار، ويعد ذهب منجم السكري من أجود أنواع الذهب على مستوى العالم، وبتصل درجة نقائه من 90 إلى 97%، وده بيعادل عيار 32 بلغة الذهب. دي ثروة الحقيقة من آلاف الثروات اللي موجودة في أم الدنيا مصر. بلد كل مصري، ما هياش عزبة حد. من إمتى ومصر كانت فقيرة؟ مصر اللي كانت بتسلف دول أوروبا، مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر منبع الأبطال الحقيقة، مصر اللي عليها العين على طول، مصر اللي ناسها أطيب ناس، ودي شهادة شعوب الدول المجاورة، مصر سيدنا يوسف ومن بعده سيدنا موسى عليهم السلام، مصر المذكورة في القرآن بالخير. لما نقول مصر أم الدنيا، دي مش شعارات، دي حقيقة. مهما قلت فيك يا مصر لا أكفيكي حقك. شفت بقى المعلومة البسيطة دي؟ دي طبعا غير ان في حاجات كتير في مصر حلوة، ومواردها الحقيقة لا حصر لها، واللي بيعمله الرئيس السيسي هو اللي لازم كان يتعمل من عشرات السنين، من بنية تحتية قوية وكمان متينة. حفظ الله مصر وشعبها العظيم، وكمان جيشها القوي الأمين ورئيسها كمان. كنت معاكم من بنكير، أنا عبد المنعم إبراهيم، تقبلوا خالص تحياتي وإلى اللقاء. بنكير، نبض البنوك.